السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على خبر يفرح كل من يريد الخير للجزائر، يفرح كل من يحب كرة القدم الجزائرية، كل من يحب المنتخب الوطني الجزائري، كل من يريد محاسبة هاد الناس مفسدين. ماشي الدفاع عليهم، دافعش عليه، هذا راه مفسد، هذا راه آفة، هذا زريعة خاسرة، مع أن ما نديرو به، يروح يبعدونا. وزير الشبيبة والرياضة السيد علي خالدي راه دفع القضية للعدالة، صايك ما قارع لهم قارع قالك بين دير وبين أي، للعدالة ديريكت. هذا خبر نعطيكم أوفيسيال رسمي، اللي يخرج يقابلنا يقابلنا، راني يعني نقول لكم وزير الشبيبه والرياضه راه حط القضيه في العداله، خاط كاين ناس في الخفاء متمركزين في الدوله يدافعوا على زتي، هذه نطرطقها لكم كيما هكا، كاين ناس متمركزين يدافعوا على زتي، هذه نقولها لكم تعرفوني بلي ما نجمش ننظر هنا ينوضوا لي الاخر الحلاقه ما يطردقوا كون شد. كاين ناس وزير الشبيبه والرياضه على بالو بلي كاين ناس يدافعوا على زتي، ماذا بهم زتي يقعد، ماذا بهم زتي يقعد، يديروا به فتنه، يحوسوا يديروا به فتنه، هذه هي يعني ناس يحوسوا زتي قاعد يديروا به فتنه. كاين ناس خدمة تاع 20 عام سي محمد راهي معشى، راهي معشى شقدك تنقي يا اخويا، هاو ماشي لعبة، ماهيش لعبة، راهي معشى معشى معشى، راهي كرتيلة، راهي مشبكة كرتيلة، وزير عدلك زبها، أي عليكم في العدالة، هذه هي اللي نقولها لكم، هذه حقيقة اللي نقول لكم فيها. واش كان واش راه صاري واش راه كاين يعلم به غير ربي. التحقيقات الاوليه في باب جديد ناس تخلع على بال، التحقيقات الاوليه ناس تخلع، نعطيكم شتا كاين، نعطيكم تفاصيل فانيكه، ارقام الهواتف جايبينهم يتكلم جايبين اسماوات وهميه راه انكشفت. حسن زتشي خو زتشي خير الدين زتشي وفي لافير فانيك، كاين واحد كاين واحد التليفونات ما يهدرش معاك، كاين تليفونات بلي ميساج، كاين تليفونات بلي ميساج برك، بالك على بالكم بيها، وكاين اللي ما على بالوش رانا نقولو لكم، واللي على بالو راه رانا نقولو فانيك، كاين تليفونات بلي ميساج برك. ماشي مكالمات بلي ميساج، وصابوا ارقام عند غاش عند لي بريزيدو، عند صابوا ارقام في التليفون تاع داك الخامج تاع الخماج، ارقام وهميه يتكلموا بارقام وهميه جايبين اسماوات من فرنسا حاطينهم يهضروا بهم، لي بيست نوامر تاع فرنسا يهضروا بهم، كلش وهمي. بصح كاين شرطه علميه جبدت المصارين وحطتهم وقعدت تراهم، صابوها مشبكة كي سكوبيدو، السلك تاع سكوبيدو، قعدو ينقو فيها، ضروك الملف راه في العدالة، فيها رؤساء نوادي، فيها في الاتحادية، فيها في الرابطة، فيها خو رئيس الاتحادية، فيها خو رئيس الاتحادية، إي أنا راني هنا في الجزائر. خاص نعرف صوالح، ورانا هنا في الجزائر وراني نهدر، نعرف بلي الناس يخرجوا يكذبوا، روحوا ديروا بيانات، قولوا لزتشي تاعكم في السيت تاع الاتحاديه يدير بيان، يدير بيان بلي مكاش منها، يدير بيان بلي مكاش منها. اليوم دايلكم البارح دايلكم بيان، نقولكم شتا ولا بيان، داروا الفاف تحتفل
بهدف ماجر الخرافي. انا ميسونات عندي طب قلت بين اخبار جديد، طلعت اتصلت الفاف تحتفل بالهدف رابح ماجر الخرافي ضد بايرن ميونخ مع بورتو. ايا وليت نضحك عرف باللي نعامة النعامة شتي عليه يقول لك عقلية النعامة تغطس راسها في التراب، راسها في السماء هي تهود تحت الأرض. هذه هي شاكم باغيين فوق هذه، راهي القضية تاعو راهي في العدالة، رماها العدالة وزتشي وهذيك اللجنة تاعهم، هذيك اللجنة تاع كوميك راهم يحوسوا باش يبلعوا الملف تاع الفاية ولا في سطيف يعاقبوا سطيف. قالوا له الخميس، داروا له موعد يوم الخميس، ما جاهمش البارح، داروا له موعد يوم الخميس يوقف. وما راهم يديروا كيما هكا ضغوطات، بركه ضغوطات على الوزير. هذا المنظور كاين انا نقولوا فيها، كاين ناس في الخفاء يحوسوا يخلقوا فضائح، يحوسوا يخلقوا فوضى، خاطر كاين بزاف يتوشاو، كاين بزاف يتوشاو، ناس بزاف يتوشاو، ماذا بهم زادشي يقعد ويفوت العهدة تاعو ويقدم الدوسي تاعو ويروح، كان لا محاسبة لا والو، بصح وزير الشبيبة والرياضة راه واقف عليها، الناس اللي سكتت على تاع البي بي سي، راهي في الملف. ناس اللي سكتت والله ما راهي سهله، راني نقولكم ونعاود ما راهي سهله. وكيما نقولكم على بالك بلي المنتخب الوطني راه في اللعب، انتوما لكم تدافعوا تقولوا اسكت على ساتشي في ترجمة بالماضي، يا ودي المنتخب الوطني كامل راه في اللعب، جاما بالماضي بروحه راه على باله، جاما بالماضي جاما بروحه راه خايف على المنتخب الوطني يتعاقب. من 30 مليار صبحت 35 مليار، عطاهم مدة ماشي شهر هذا لا دخل، ماشي جوية لا جوية، عطاهم مدة في جوية يكونوا وشو بالخف راهي في 35، من على شهرين شحال تولي؟ تولي في 60 مليار، 60 مليار 50 مليار، شكون اللي يتخلص؟ راهم يتضغطوا لوبيات، كاين لوبيات، كاين لوبيات يضغطوا باش وزارة الشبيبة والرياضة هي اللي تخلص، وكاين أندية يضغطوا على وزير الشبيبة والرياضة هي اللي تخلص، الدولة هي اللي تخلص، خاص ما عندهمش لي زيكيب راهم في إفلاس. وهذه شكون اللي دارها؟ نعاودوها لكم، شيفو زاني راه فضح، قال لهم لي شاك راهم في فيبري عاطينهم المدور، لي شاك عند طاحوا عند الاتحادية والدوسي مبلع، خليها كيما هاك نلعبوا بها ضغط، نلعبوا بها خلي هذو نلعبوا بهم. كان على بالهم بلي راهي جايه الفيفا غادي تكشف العقوبات، كان على بالهم بلي الفيفا غادي تكشف العقوبات، بصح هما ضربوا لنا خلاوها، قال لك نلعبوا بها، نلعبوا بها ورقه الضغوطات، يدير بها ضغوطات كيما راه يدير ضرب ضغوطات باش يكون على بالكم، كاش اللي يجي يضحك عليكم ولا يوريكم حاجه واحده اخرى ولا. هذه هي الحقيقه اللي نهضروا فيها، والحمد لله يا ربي. واش قلنا لكم؟ ناس كلش راه مفضوح، جرنا راه يهضر على السعداوي، كاع الناس هي تهضر الحمد لله، الا اللي امام العينيه وما يسمعش، اللي راه بالعاني لعبها ما على بالهش، لاعبينها ما على بالهمش، وما خاصناش يهضروا هذو الناس لما يراهم في الفيسبوك كلش. ايه بان خنسكم، بان خنسكم، بان زادشي تاع لافاف، زادشي تاع لافاف اللي زادشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار الرشا وام الزبوج، الرشا وام الزبوج، الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوب، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا يدوا الأرض
ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.